الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون في العراق وجود هدر كبير للمال العام في عقد بناء 1000 مدرسة مع الصين، وأضاف الخبراء أن تكلفة المتر المربع الواحد في بناء هذه المدارس بلغ 1,000,000 دينار، وهو مبلغ كبير مقارنة بالتنفيذ الفعلي الذي يقدر بأقل من نصف المبلغ. وأشاروا إلى أنه لا جدوى اقتصادية من إحالة المشروع إلى الشركات الصينية التي بدورها تحيله إلى شركات عراقية، وفيما تحصل الشركات الصينية في إنجاز المدرسة الواحدة على 700,000 دولار فإنها تحيله إلى المقاول العراقي ب900,000 دولار. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم في البورصة الرئيسة في بغداد، فيما انخفضت في كردستان العراق، وسجل الدولار 1,477 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد عند 1,482 دينارا لكل 100 دولار للبيع و 1,472 دينارا للشراء. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 1,477 دينارا لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 1,476 دينارا لكل دولار واحد. انخفضت أسعار النفط متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 85 دولارا و62 سنتا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 78 دولارا و29 سنتا للبرميل. وقال محللون إن النفط الخام يجب أن يجد بعض الدعم مع تعزيز روسيا لقواتها للحرب على أوكرانيا، ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في شهر كانون الأول المقبل. هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار خلال التعاملات المبكرة خلال اليوم، متأثرة بقرار خفض سعر الفائدة. هذا وبلغ سعر الليرة 18.44 مقابل الدولار، متراجع عن مستواها عند الإغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 18.42. وكان البنك المركزي قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس مقابل الأسبوع الماضي ليستقر عند 12%، ما أشار إلى التباطؤ الاقتصادي. وجاء هذا الخفض على عكس توقعات المحللين، حيث كانت الأسواق تتوقع أن يحافظ المركزي التركي على معدل الفائدة عند 13% دون أن يجري أي تغيير. انخفض الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي في تعاملات اليوم مع تبخر الثقة في خطة بريطانيا للخروج من الأزمة التي يعيشها اقتصادها، وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 5% تقريبا عند نقطة واحدة إلى دولار أمريكي، مخترقا ما دون أدنى مستوياته منذ عام 1985. وأدى الانهيار الذي يشهده الجنيه لارتفاع الدولار على نطاق واسع، ما أدى لاتساع نطاق القلق من أسعار الفائدة المرتفعة التي ستضر بالنمو وتؤثر بالعملات وتضر المصدرين من الشركات الصناعية والتعدين. أما الآن فهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.